Başka yok. Beklemez. Mezelce çimşim. Ama iş çimşim. Unta ki tehşim minta. Ana dabaytu ki tkhrş fiyya ayni. وزيادة على هذا الشيء كندير خدمتي وقطعت 70 صباط في الدروبة والزنقة ديال هذه المدينة باش نضبط الأمور ونخلق الهنا ويرتاحوا الناس من المشاكل. وانتوما جالسين ليا في الطوموبيل والكليم والموسيقى وكتساراو في المدينة مع راسكم ها بخير. اسمع السي وقتك راه سالة، البارح كنتي شاف، اليوم راك شديتي لانتريت. أشوف الشيف علال إلا بقيتي تبرصنا راه غنديرو معاك شي مصيبة. إيه لا كيدير خدمتو كتخرجو معاه نتوما اللعيب ياك. ويسير لعب لك شي طرح ديال دارو، واش عرف شنو لانتريت؟ راه هي الواحد خصو يدخل سوق راسو، ميبقاش مقابل عباد الله، هذا غادي هذا جاي. وين سعفتيني؟ تضرب لك شي ظروف مولاي يعقوب، سخري دوك العظيمات شوية. أنا تصيفطني لمولاي يعقوب ولا عبد الدامة ما كتحشمش حتى أنت. مزيان تبارك الله. مشي المولاي يعقوب باش نخوي لكم السيكتور، تبداو تخرمزو فيه ديروا اللي بغيتو. والفوضى في كل بلاصه دزتي منها كاينه، وانتوما بحال الا ما كاينينش. انا اللي كاين، انا اللي كندير خدمتي. لمن غادي نخلي الطوموبيلات طالعين فوق التروطوارات وقدام الكراج وقدام البيبان ديال الديور، والشفاره كيطيروا السناس والبورطابلات ديال العيالات كيديو لهم مساكن رزقهم. والوسخ وصداع الدراري بالليل بالنهار. هذه هي الخدمه اللي كندير انا، فهمتوا؟ تيجيكم مليح، عطوني الثقه، سيروا ديروا خدمتكم وخليوني ندير خدمتي. وخدمتنا حنا دايرين. قال لي كيديروا خدمتهم، اش من خدمه كديروا؟ اش من خدمه؟ وريوني هذه الخدمه. وري الخدمه، وري. خدمتنا ها البيرو في الطوموبيل 70,000 دوسي هز المعنى. مال هاد الخدمه هادي ما عجبتكش؟ يلا خلوا البرد يدوز، سيروا قابلوا شغلكم الى عندكم.